بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء وهذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وردت بعض الأسئلة فيما ورد من الإخوة والأخوات عن الدروس السابقة. يقول أحد الإخوة: هل القنوت ثابت يا شيخ؟ وهل ورد القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. المراد بالقنوت هنا هو الدعاء الذي يقال في ركعة الوتر، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وثابت أيضا وقت النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون فإنهم يقنتون في كل صلاة من الصلوات الخمس لرفع هذه النازلة عن المسلمين، ويكون بعد الركوع. وأجاز بعضهم أن يكون قبل الركوع. نعم، أحسن الله إليكم. والدعاء الثابت في دعاء القنوت فضيلة الشيخ، خلي الإنسان أن يزيد عليه؟ نعم، يزيد عليه بدعاء برفع ما أصاب المسلمين، يدعو بأن يرفع الله ما أصاب المسلمين. نعم. يسأل عن مسح الوجه بعد الدعاء يا شيخ. هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمسح وجهه. نعم. يقول: صلاة الليل لماذا كان لها الأفضلية من صلاة النهار، وماذا ورد عن السلف في ذلك؟ صلاة الليل أفضل من صلاة النهار في التطوع، لأن الليل تسكن فيه السواكن ويكون الخشوع فيه أكثر من صلاة النهار، فلذلك صارت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. يقول يا شيخ حفظكم الله: إذا نسي الإنسان صلاة الليل، هل له أن يقضي هذه الصلاة بعد الظهر؟ لا، يقضيها فيما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، فله أن يقضي الوتر في هذه الفترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، ويشفعه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس يا شيخ يتهاون بالسنن الرواتب، فما ثواب المحافظة على هذه السنن؟ وهل لها أجر؟ وهل هي مكملة للفرائض؟ نعم، صلاة الرواتب التي مع الفرائض وهي 20 ركعة، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهما آكد الرواتب. فهذه يحافظ عليها المسلم، إلا إذا قصر الصلاة في السفر، وإذا قصر الصلاة في السفر فإنه لا يأتي بالرواتب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، لأتممت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حيث وقف بنا الحديث عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم التهجد في الليل بالوتر، يكون آخر صلاة الليل هو الوتر. نعم. قال: فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة. هذا في رمضان إذا صلى التراويح مع الإمام وأوتر معه، فإنه يكتفي بهذا الوتر ويقوم من آخر الليل، يقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. أما قوله يشفعه بركعة آخر الليل لا محل نظر ولم يثبت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام، يعني في صلاة التراويح، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على أن المسلم يصلي صلاة التراويح مع المسلمين إلى آخرها ولا ينصرف قبل إتمامها، لأجل هذا الوعد من الله أن الله يكتب له قيام ليلة كاملة. نعم. ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر. يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب إجماعا، أجمع العلماء على استحباب حفظ القرآن من أجل أن يتلوه وأن يقرأ به ويتلذذ به في صلاته وخارج الصلاة. أما إذا كان لا يحفظ القرآن فإنه تثقل عليه التلاوة من المصحف، فالحفظ أفضل. نعم. ويجب منه ما يجب في الصلاة. يجب أن يحفظ من القرآن ما يكفيه لصلاة الفريضة من قصار السور، يكفي هذا قصار السور لأجل أن يقرأ بها في صلاته. نعم. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. ولي الصبي الصغير يحفظه القرآن قبل البداية بطلب العلم، حفظه القرآن أولا، ثم بعد حفظه للقرآن يلحقه بحلقات طلب العلم. نعم. ويسن ختمه في كل أسبوع. يسن ختمه في كل أسبوع 7 أيام، في كل 7 أيام ختمة، والسلف متفاوتون في هذا، بعضهم يختمه لعشر، بعضهم يختمه لسبع، بعضهم يختمه لـ3، بعضهم يختمه كل ليلة كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. ويحرم تأخير القراءة إن خاف النسيان. نعم، ينبغي تكرار القرآن، تكرار الحفظ خشية النسيان، فإذا خشي نسيانه فإنه يجب عليه أن يقرأه لأجل إبقائه في ذاكرته. نعم. ويتعوذ قبل القراءة. هذا من آداب القراءة، أنه يستعيذ من الشيطان قبل قراءة، قبل شروعه في القراءة في القرآن. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله أولا من الشيطان الرجيم. نعم. ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الإخلاص. يتعوذ من الشيطان الرجيم قبل شروعه في القراءة، فقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته،
وليس المعنى أنك إذا فرغت من القراءة تستعيذ من الشيطان الرجيم. نعم. ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. يحرص على الإخلاص في تلاوة القرآن ويدفع ما يضاد الإخلاص من الرياء والسمعة والطمع في أمور الدنيا. قيل للإمام أحمد: رجل يقول أقرأ أصلي بكم في رمضان بكذا وكذا، قال رضي الله عنه: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم. ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. نعم، يختار أطولهما، ففي الشتاء يختم أول الليل لتصلي عليه الملائكة حتى يصبح، وليل الشتاء طويل فتكثر صلاة الملائكة عليه لطول الليل. وأما في الصيف فيختم في أول النهار، لأن نهار الصيف أطول من ليله. نعم. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك. نعم، قال طلحة بن مصرف، وكان خيرة علماء وقته وعبادهم، أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون، أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يستحبون ذلك، أن يختموه في أول النهار في وقت الصيف، وأول الليل في وقت الشتاء، لأن النهار أطول من الليل في وقت الصيف، والليل أطول من النهار في وقت الشتاء. نعم. يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. هذا هو السبب في كونه اختار أن يختم القرآن في أول النهار في الصيف، لأن الملائكة تصلي عليه حتى يمسي، وليل الصيف أطول، يعني نهار الصيف أطول من ليله، تكثر صلاة الملائكة عليه من أجل ذلك. نعم. وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وهذا في الشتاء، إذا ختم في أول الليل تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، ليل الشتاء أطول من نهار الشتاء، فتكثر صلاة الملائكة. نعم. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص وإسناده حسن. رواه الإمام الدارمي في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل. نعم. تحدثونا عن الإمام الدارمي يا شيخ صالح. الإمام الدارمي صاحب المسند، المشهور بمسند الدارمي، وهو من أكابر المحدثين في وقته رحمه الله. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بشرح هذا الكتاب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء مع الدروس القادمة مع سماحة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر فريق العمل الذين سجلوا هذه الدروس، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.